إذاعة مرسال تستمعون الآن. وعلى المسلم أن يراعي شيئا واحدا، أن يراعي ويراقب ربه تبارك وتعالى في أفعاله وفي أقواله، لا يظلم ولا يشهد الزور ولا يتكلم بالباطل في إخوانه. فإن علم من أخيه تقصيرا أو انحرافا فالواجب عليه أن يجتهد للذهاب إليه ونصحه بالتي هي أحسن، وبذل الشفقة الكاملة لهذا المخطئ حتى يرجع عن خطئه. لأننا ورثة أنبياء إخواني، والأنبياء حرصوا على إنقاذ أقوامهم وانتشالهم من النار إلى إدخالهم إلى الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في مثل هذا، كان حريصا جدا. وكم مرة ذكرت لكم قصته مع الصبي اليهودي، إنها قصة عظيمة تنبئ عن رحمة عظيمة من هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. شاب صغير غلام، تعرفوا غلام لم يبلغ الحنث، وربما بلغه عن قريب أو من قرب، مريض وفقير لا يزيد في الإسلام شيئا، حتى وكان صحيح ومشي مريض لو دخل في الإسلام لا يزيد في الإسلام شيئا، لكنه مريض وفقير وكان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في مرض الموت. فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده وعرض عليه الإسلام. أبو اليهودي الغلام اليهودي يهودي، عرف أن محمدا يشفق على ابنه وأنه يرحم ابنه في هذه اللحظات التي لا يعني يستفيد منها الإسلام ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. غلام صغير راح يموت، ماذا يفعل به؟ ما هو لا غني وباباه ما هو من الأغنياء، ماذا يفعل؟ هل يزيد في الإسلام شيئا؟ لا يزيد، لكنها شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأب لابنه وهو يهودي: أطع أبا القاسم، يعني يدخل للإسلام، عرف لأن هذا الرسول يريد الخير لابنه لا كسائر اليهود وسائر دعاة الشر، أسأل الله أن يكفينا شرهم. فلما أسلم الغلام، شوفوا المعنى العظيم يا إخواني، لما أسلم الغلام خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتهلل وقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. كلمة عظيمة يا إخوان، ما قالش الحمد لله اللي ربي دخلوا بي الإسلام بعد يقول مع بالكم هذا كان دخلت الإسلام، لا، الزوخ هذا ما عندوش قاع معنا فيه عند الرسول عليه الصلاة والسلام. العجب بالأفعال وأنا فعلت وأنا فعلت لا يوجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم بأن الله هو الذي يجازي وهو الذي يحفظ الحسنات. فلا تتكلم بحسناتك أخي الكريم، لا تتكلم بحسناتك، تركها عند الله، تجدها مستوفات لا ينقص منها شيئا. قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، إذن هذا حرص عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينقذ الناس من النار. فما بالنا نرى المخطئ ولا نأتيه ونشفق عليه ونجيبوه، ويا أخي أنت إنسان طيب وأنت ولد فاميليا وأنت كذا ونعرفك من بكري إنسان مليح، ولماذا خرجت هذه الخرجة هذه؟ علاش وليت تتعامل بالحرام؟ علاش وليت تدير كذا؟ علاش وليت تعق والديك؟ رانا نشوف ونسمع عليك أخبار ما هيش مليحة، لماذا سلكت هذا الطريق الذي هو طريق الشيطان؟ نجيوه باللاتي ونرحموه ومنبشعوش عليه ومنشنعوش عليه، هذا هو الطريق المستقيم، هذا هو السبيل المستقيم. أشياء ذي وسائل التواصل، فضح 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 حتى عرانا الله عز وجل من كل خير وكشفنا على رؤوس الأشهاد، صرنا عبرة أمام الناس، ضحكة الناس كلنا تضحك علينا. ومن ستر مسلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستره الله في الدنيا والآخرة.